انا مره كنت خارج مع 4 بنات في نفس الوقت وما كناش عارفين اننا بصاحبهم على بعض. ده انا مره صاحبت واحده ومرات ابوها على بعض. انا مره صاحبت بنت وابوها على بعض. انا بقى جات لي المستشفى النهارده ام عامله حادثه، انقذت حياتها في اخر لحظه بعجوبه. لو تشوفوا نظره الفرحه في عيون اطفالها. طب ارمي الدوت رفرطه. هنا اي ناوي؟ الموقف ده بيواجهك كتير. حياتك مش كول كفايه؟ دكتور نباتشي وشغال سهاري، مهندس معماري وبتشيد كباري. طز ايه قيمه كل ده قصاد بصه زي دي او دي او دي؟ مفيش حاجه تملى حياتك الوان ولا تخليك في وسط اصحابك مان الا حكايتك مع النسوان. العب يا تعب. بس انا ما عنديش اي حكايه. لو ضيعت حياتك في المذاكره والنجاح ما تضيعش الباقي في البكا على اللي راح. الفرصه لسه موجوده. هندلعك هنلحلحك وانت قاعد مطرحك. ازاي ازاي ازاي؟ لاول مره في الشرق الاوسط اكبر مركز خدمه تسهيل لعلاقات الحرام. هتعيش مراهقتك المتاخره وتبقى كينج المنظره. عندنا طاقم من اجمد البنات المجهزين لخدمتك، مدربين على اعلى مستوى وخبراء في شؤون العشق والهوى. العب يا تعال. القميص هياكل منك حته. حد قال لك قبل كده ان عينيك حلوين؟ نفسي اقعد معاك على الفراش. بس انا عايش مع ماما، هقعد معاكي فين؟ 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 ما تخافش، دلوقتي مع خدمة الرفع الآلي هنوصل لك البنات لحد أوضتك. لدينا أوناش بارتفاعات تصل إلى 10 طوابق، فتياتنا مدربات على القفز عبر الشبابيك والبلكونات. يعني من غير ما تعدي على بواب ولا ماما تفتح لها الباب. وما تقلقش، حتى لو أول مرة وما عندكش الخبرة، كل بنت بيجي معاها كتيب لطريقة التعامل وكورس تعليمي كامل بيشرح لك كل حاجة عن أساسيات الحاجة من ألف للياء. هاي هاي. مين دي عاطف؟ دي حكايه كده بحكي لكم عليها بعدين. طب لم اقاطعك يا عاطف؟ ولم اقاطعك يا عاطف؟ خلي علينا البنات وانتحت الحكايات. اتصل الان، نحن في الانتظار. طب والسعر كام؟ 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 السعر 250 جنيه شامل مصاريف الشرط.